السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يوم الشباب العالمي، هل فترة الشباب مهمة؟ أكيد نعم. هل استغليتها صح؟ الجواب عندك. يقول الشيخ زايد الله يرحمه: الرجال هي اللي تصنع المصانع، هي اللي تصنع حياتها وحاضرها ومستقبلها، والمقصود فيها الشباب يعني. ويقول الشيخ محمد بن راشد: أكبر إنجاز لنا هو الشباب. هل المقصود كل الشباب؟ طبعا لا، الشباب المكافح والطموح والمثابر، إذا كنت منهم هنيئا لك، وإذا كنت غير ذلك اسمع الكلام. المستقبل أبدا مش سهل، والطموح يحتاج إلى جد واجتهاد وليس مجرد أمنيات. ويقول أديسون بأن النجاح 10% منه إنسبريشن، فكر وإلهام، و90% منه برسبريشن، تعب وجهد. فشد حيلك.